ده كابتن محمد صلاح وحوار كده ما بين احمد علي وكابتن محمد صلاح. ادي الهدف، ادي الكره الطويله. احمد علي على فكره هداف لا غنى عنه، لازم تعرفوا انه لعيب من العيار الثقيل يعني. ادي الكره، وادي الحقيقه خطا فادح من حارس مرمى بتروجيت. انا اسف معيش التشكيل، لكنه خطا اعتقد الشناوي هو حارس المرمى. قولوا لنا بس اسماء الاولاد الصغيرين في نادي الزمالك، لكن متابعه احمد علي يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك. ادي اولاد جداد موجودين في نادي الزمالك، رهنوا على الشباب، اخسروا البطوله مره واثنين، اكسبوا الشباب تكسبوا البطولات في النهائي.